خلال أيام هتعلن الحكومة المصرية تفاصيل مشروع مهم جدا اشتغلت عليه لجنة تتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، وده بسبب حساسية المشروع ده واللي يعتبر بداية حصاد لكل شغل مصر في معظم القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاعات الاستثمار والتجارة والتصنيع. المشروع ده وضع أو هيخلي الاقتصاد المصري في حالة تنافس دائم مع أكبر اقتصاديات في المنطقة العربية وإفريقية، لأنك ببساطة بدأت تطرح نفسك كمنافس بيطالب بنصيبه من كعكة الأرباح والاستثمارات في المنطقة. ببساطة مصر عندها استراتيجية ومشروع صناعي استثماري لوجستي ضخم تم الانتهاء فعليا من تنفيذه، لكن ما تمش الإعلان عن تفاصيله بشكل كامل بيخص الشركات والبراندات العالمية. ايه قصة مشروع مصر الاستراتيجي اللوجستي ده وايه كواليسه؟ الأهم من كده، ايه حكاية فريق القوات الخاصة الاقتصادية ده؟ كل ده واكتر هنحكي فيه مع بعض النهاردة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الصناعة المصرية. انا محمد ابو عاصي ودي 50 اقتصاد. في البداية عايز اقولك ان الحلقة دي برعاية شركة ايفاس، ودي شركة وساطة مالية مرخصة من جانب اعلى الهيئات العامة للرقابة المالية. الشركة دي بتسهل عليك التداول في الاسواق المالية العالمية والاسهم. ايفاس بتقدم اسهم حقيقية بعمولة 0%، وبيميز التداول عليها انها سهلة الاستخدام. ادخل على الرابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو عشان تفتح حساب معهم وتستثمر بشروط ميسرة. ممكن عن طريق منصة ايفاس تستثمر في الاسهم والذهب وصناديق الاستثمار، ولما تسجل معهم تقدر تحصل على حساب تجريبي بقيمة $25,000. كمان ممكن تطلب خطة استثمارية مجانا، والمبتدئين ممكن يستثمروا في أسهم بتكسب باستمرار زي تويتر وفيسبوك وآبل ونتفليكس وفيزا وماستر كارد وأديداس وغيرها من أسهم الماركات والشركات العالمية. نرجع بقى لموضوع حلقتنا، بس هستأذن حضراتكم تتابعوا معايا للآخر لأن المعلومات مترابطة ببعضها. كمان اللي هيتقال في الحلقة دي مش معناه إن الدنيا في مصر وردي وإن المستقبل مضمون، مستقبلك مضمون طول ما أنت شغال. كمان احنا لما بنتكلم عن مشروع بنجيب لكم كواليسه ورؤية اللي شغالين عليه وتأثيره على مجتمع المال والأعمال، وكمان اللي بنقدمه ملوش علاقة برأينا الشخصي إطلاقا. حابب أبدأ وأقولك إن الاقتصاد المصري تاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، وده وفق إحصائيات 2020 بحجم ناتج محلي لمصر 363.1 مليار دولار. مش هقدر أكلمك في الإحصائيات النهائية 2021، ولو عايزين تعرفوا ليه قولوا لنا واحنا نجاوب عليكم في الكومنتات. مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي قدرت تحقق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية 2020 بمعدل نمو نسبته حوالي 3.5%، بالإضافة لإدراك صندوق النقد لمصر كواحدة من ضمن أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم بيمثلوا 83% من الناتج القومي الإجمالي العالمي. بحسب تقرير للإيكونوميست فإن الاقتصاد المصري تجاوز أخطر محطة في تاريخه خلال 5 سنين اللي فات، وده بعد نجاح الحكومة في تحقيق مؤشرات جيدة على الرغم من المخاطر اللي واجهت الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا. بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال فترة من 2016 مع بداية الإصلاحات الاقتصادية وحتى 2020 من النمو بنسبة 126%، يعني بمعدل زيادة سنوية حوالي 25.2%، يعني ارتفعت من مستوى 2500 مليار جنيه في 2016 ل 5651 مليار جنيه في 2020، بقيمة زيادة حوالي 3151 مليار جنيه، ومعدل زيادة سنوية قيمتها حوالي 632 مليار جنيه. إجمالي الناتج المحلي في الخمس سنين اللي فاتوا كان 18.9 تريليون جنيه. في رقم تاني مهم، وده اللي بيتعلق بالتضخم السنوي اللي ارتفع من 13.8 في 2016 ل 29.5 في 2017، وعشان يتراجع ل 14.4 في 2018 ثم 9.5 في 2019، ووصل التراجع عشان يسجل مستوى 5% خلال العام 2020. فيما يخص احتياطيات النقد الأجنبي، وبحسب تقرير البنك المركزي المصري سجلت نمو بنسبة 129%، وده بزيادة سنوية 25.8% تقريبا. ارتفعت الاحتياطيات من مستوى 17.5 مليار دولار في 2016 لحوالي 40.1 مليار دولار في 2020، دلوقتي احنا حوالي 41 مليار دولار وكسور. ملف الصادرات المصرية تطور بشكل كبير، وده بحسب تقرير لبلومبرج. قللنا وارداتنا بشكل أكبر، بقينا نصرف في المهم، وكمان منعنا استيراد سلع كتير بالقوة، وده حماية للصناعة المصرية. في الخمس سنين اللي فاتوا سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية حوالي 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016
ولحد 2020، وده بحسب بيانات البنك المركزي المصري. السنة دي احنا عاملين صادرات 33 مليار دولار مش ال 31 مليار دولار اللي تم اعلان عنها. يعني بحسب البيانات ارتفع حجم الصادرات المصرية خلال الفترة دي 22.5% بعد ما قفزت من مستوى 22.5 في 2016 ل 27.6 في 2020. وانصحك تشوف الحلقة اللي قبل اللي فاتت واللي عملناها بعنوان مصر تفتح الملف الاهم مشروع 100 مليار دولار، واللي هتظهر جنبي هنا وهتعجبكم. بجملة باقي الأرقام عايز أقولك إن عجز الميزان التجاري المصري تراجع بنسبة 14% بمتوسط انخفاض سنوي حوالي 2.8%. وعشان تتراجع قيمة العجز من 48.9 مليار دولار في 2016 ل 42 مليار دولار في 2020، وده بحسب تقرير البنك المركزي. طبعا أنا آسف وعارف إن الأرقام كتير وتقيل، بس دي المرجعية في أي تحليل اقتصادي، ونصيحة أي تحليل اقتصادي من غير أرقام ما تقبلهوش إطلاقا. طبعا مش هكلمك عن مشروعات البنية التحتية ولا الطاقة الكهربائية ولا الغاز ولا النفط ولا صناديق الاستثمار، لأن ببساطة اتكلمنا عنها خلال الفترة اللي فاتت واللي كنا بنمهد لحلقات زي دي. كل الأرقام اللي فاتت دي ملهاش أي لازمة بدون النتيجة اللي هنقولها كمان شوية، واللي أكدها تقرير صادر عن البنك الدولي وكالات التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد وغيرها، اللي كشفت إن مصر استحوذت على أكبر الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، كمان تعتبر أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا في سنة 2020. استحوذت على تدفقات بنسبة 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار جاي لقارة أفريقيا. تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات قال إن مصر تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2020، يعني اللي بيمثل 14% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة العربية كلها خلال العام الماضي. حسب التقرير مصر جت في المرتبة الثانية بعد ما تلقت حوالي 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار السنة اللي فاتت. كمان توقع التقرير الدولي أن مصر هتكون الوجهة الاستثمارية الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة 5 سنين متتالية، يعني بإجمالي استثمارات 124.5 مليار دولار. مصر تقدمت في مراكز ومؤشرات اقتصادية زي الشفافية وممارسة الأعمال والتنمية والطرق والإنترنت والتعليم الفني والنتج الصناعي والاستثمارات الأجنبية وغيرها كتير، ومش هنتكلم عن الإشادات الدولية دي، هتشوفوها في الصور اللي هتظهر جنبي هنا في الشاشة قدامكم. مؤخرا الحكومة المصرية بتنسحب من مجالات المنافسة والاستثمار والتصنيع وبتتواجد بس في مجالات الصناعات التقيلة أو النادرة أو مجالات الأمن القومي بالشكل اللي يخلق توازن في السوق. وممكن تشوف الحلقة اللي فاتت واللي بعنوان الخصخصة تعود، الحكومة المصرية تبيع شركات الدولة، ودي حلقة هتعجبكم لأنها من العيار التقيل قوي وهتظهر جنبي هنا دلوقتي. نرجع لكلامنا، وعشان نقول ان مع انسحاب الحكومة لابد من بديل والبديل قوي، وما فيش غير القطاع الخاص، بس الموضوع ما وقفش لحد هنا اطلاقا يا مدير، لان القيادة السياسية في مصر كان طموحها اعلى وبدأت تتحرك في ملف استقطاب البراندات والشركات الموجودة في منطقة الشرق الاوسط او حتى اللي مش موجودة، وبدأنا فعليا نتفاوض معهم. الكلام ده اكدته وكالة رويترز اللي كشفت في تقرير وصفته بالمسرب ان مصر عندها فريق خاص من الدبلوماسيين الاقتصاديين، وصفته بفريق قوات الخاصة الاقتصادي، وده فريق كونته في سنة 2017 وهو فريق دبلوماسيين واقتصاديين في نفس الوقت بيديروا مطبخ الاقتصاد المصري ومدعوم من رئاسة الجمهورية وليه أذرع أهمها صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية التانية. الفريق ده هو اللي بيخطط لمستقبلك الاقتصادي، معظمه شباب رجال الأعمال، وهو اللي بيتفاوض على عدد كبير من الصفقات اللي بتفكر فيها مصر حرفيا. فريق مهنته بجد يحسن سوق مصر ويريح مجتمع الأعمال بما ينعش خزينة الدولة ولا يضر مستقبل البلد الاقتصادي، وكفايه كده في النقطه دي بالذات. مصر عملت البراندات والشركات العالميه اللي تتفاوض معاهم حي اسمهم حي المال والاعمال بالعاصمه الاداريه الجديده، واللي على مساحه 1,700,000 متر مربع، وحجم استثماراته حوالي 3.4 مليار دولار، وبتشتغل فيه شركات عملاقه زي سيسكو الصينيه المسؤوله عن تنفيذ الحي بشكل كامل حسب المخطط والتعاقد ان يتم الانتهاء من الحي ده خلال 3 سنين، وهيضم عدد من الخدمات والوحدات متعدده الاغراض بقى تجاريه وترفيهيه وسكنيه وغيرها. المشروع هيتضمن ابراج اداريه وتجاريه بالاضافه لمقرات للبنوك والمؤسسات الماليه والاستثماريه، وبيتضمن الحي اعلى ناطحه سحاب في افريقيا بيبلغ ارتفاعها حوالي 345 متر. الحي هيضم مقر للبنك المركزي ومطبعته الجديده بالاضافه الى منطقه مخصصه للبنوك بتشمل بقى وحدات سكنيه واداريه وخدميه وتجاريه. هيضم كمان حي المال والاعمال 12 مجمع تجاري و5 مباني سكنيه،
ومجموعة فنادق، كمان عندنا منطقة العالمين الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة وكمان الوادي الجديد، ودي هتبقى مدن صناعية ومدن إدارة أعمال بارزة في مصر خلال الفترة الجاية. يعني اللي حابب يستثمر يروح على الأماكن دي. طبعا ده غير منطقة السخنة والعالمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وطبعا التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر وغيرها. الموضوع ما وقفش لحد هنا خالص حضرتك، لأن مشروعنا مش هيتوقف على استقطاب شركات بس، ده انت لو متابعنا على صفحة 50 اقتصاد على الفيسبوك هتلاقينا ناشرين أخبار عن مناطق لوجستية، ودي ببساطة هي أن الحكومة تعاقدت مع شركات فرنسية وسويدية وأوكرانية لإنشاء مناطق لوجستية في المحافظات، وبدأنا تنفيذ فعلا بمليارات الدولارات. واللوجستية هنا ببساطة هي أن المشروع ده هيحول مصر لسوق كبير وكأنها منطقة تجارة حرة للعالم، وتكون مركز تصنيع وبيع وتجارة وتداول كل السلع. من الآخر مصر هتبقى منطقة حرة للعالم كله، مخازن للشركات ومصانع ومناطق تجارية ومناطق البيع والتجزئة. من الآخر طموحنا أننا نبقى السوبر ماركت بتاع العالم كله اللي بتسوق منه. وخد بالك أن المناطق اللوجستية دي في صالحنا كمستهلكين، لأن هيكون عندك بورصة سلع عملاقة بتتحكم في كل الأسعار، يعني رقابة من حديد. ملخص الكلام، هنكون مركز لكل القطاعات الاستثمارية الصناعية وعقارية. انت عندك كمية مشروعات عقارية كبيرة، انت بتبني بلد زي عقارات التجمع الخامس واكتوبر والعاصمة والعالمين والسخنة والمدن الجديدة، ده غير القطاع الطبي والتصنيع العسكري والزراعي وخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي. طبعا وجود البراندات العالمية دي هيترجم لفرص عمل ونشاط تجاري وصناعي، وعندك حلقة امازون اللي انفردنا فيها بتفاصيل كتير اول لما جت مصر، واللي بالمناسبة طرح فرص عمل الايام الجاية دي لانها تتوسع في مصر. خيار التنمية وسباق التطور بقى جزء اساسي مفروض علينا كشعب، ولازم يكون على اجندة اولويات الحكومة اللي موجودة واي حكومة هتيجي تدير البلد دي، لان ده بقى ركن ومكون رئيسي من امن مصر القومي، وكمان جزء اساسي من مخطط مصر للهروب من شبح الفقر والمجاعة والصعود. يعني ملخص الكلام، التنافس والتنمية واثبات ذاتك بقى جزء مفروض عليك، والصراحة ده في صالحنا. عايز اقول لك ان المشروع ده بتشرف عليه لجنه تتبع رئيس الجمهوريه بشكل مباشر، وهي اللي تتولى الملف ده. فاللجنه دي فضلت ان شغلها يبقى غير معلن للجمهور على الاقل، وللعلم شبه خطتنا انكشفت وعملت لنا شويه حساسيات في المنطقه العربيه، وده اللي دفع القاهره انها تبدا او هتبدا الفتره الجايه الاعلان عن المشروع ده بكل تفاصيله. وعشان كده خد بالك انت باللي بتعمله ده، دخلت منافسه مع كل اللي حواليك، واعتقد ده كان واضح في كلمه الفريق كامل الوزير دي. نقل العمل وترغيب الشركات العالميه على نقل بعض من مصانعها او مصانعها في مصر للعمل في مصر. يعني انت النهارده بدل ما بتنقل المصنع بتاعك من اوروبا الى اي دوله اخرى، مصر ما هياش اقل من هذه الدول، هات مصنعك عندنا في مصر وهيكون موطئ قدم ليك في افريقيا والشرق الاوسط، اهلا وسهلا، ستجد كل البيئة التشريعية وكل القوانين مهيئة وكل المعاونة من المصريين. الأخ سيف المزروعي بيضحك أو بيبتسم، والله هنعمل كده، والله وأنا بحلف قدامك هنعمل كده إن شاء الله بإذن الله. أنا ما جبت السيرة إن إحنا ناخد المصانع اللي موجودة في الشقيقة الإمارات ولا حاجة يا سيف. السؤال هنا بقى، هل مصر هتنجح في مفاوضاتها مع البراندات العالميه وانها تنقل مقراتها لمصر، خاصه مع انضمام مصر للاتفاقيه اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي هتظهر جنب دي؟ في النهايه ده كان جزء من قوه مصر الاقتصاديه ومشروعاتها المرتقبه في قطاع من اهم القطاعات التنمويه، وهو قطاع الصناعه، واللي بالمناسبه الكلام عنها هيطول ضمن سلسله طويله من الحلقات اللي هنسلط فيها الضوء على الجديد وتفاصيل الملف الاهم والاخطر على اجنده الحكومه والرئيس. ولو عجبكم الموضوع وحابين تشوفوا قوتنا الاستثمارية ومشروعاتنا في أي قطاع تاني، ياريت تقولولنا عليه، نحكي لكم قصته ونقول لكم كواليسه. وما تنسوش تدعمونا بأنكم تحكوا لأصحابكم عننا، وطبعا مش هوصيكم على اللايك والشير والفولو والسبسكرايب، وما تنسوش تشوفوا المصادر اللي هتلاقوها في وصف الفيديو، وكمان ما تنسوش تدخلوا على لينك منصة إيفاست للتداول اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة. شكرا لكم، سلام عليكم.